بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد حلقة مهمة جدا لأنها جاية قبل 3 ساعات من مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة القدم. بالتأكيد مباراة مهمة جدا، الأهلي يحتاج في هذا اللقاء إلى الفوز بفارق هدفين، 2-0، 3-1، 4-2، أي فارق الهدفين بالتأكيد هيكون مهم جدا للنادي الأهلي لتأكيد التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 11 نوفمبر من الشهر الجاري. مباراة اليوم بحضور ما يقرب من 50,000 متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور هذا العدد الكبير في لقاء اليوم الذي من المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساء بقيادة تحكيمية للحكم السنغالي عيسى سي. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، والنهاردة عندنا كواليس ونقاط مهمة جدا هنرد فيها على المدير الفني لمامولودي سان داونز رولاني مكوينا، وطبعا بغض النظر عن الرد اللي هنقوله النهاردة وهو رد موثق بالتاريخ، ولكن في نفس الوقت الرد العملي في الملعب هو الأهم وهو الأفضل، لأن تصريحات مدير الفني لفريق سان داونز أكيد تحتاج إلى رد عملي من لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، وكلنا ثقة إن شاء الله إن لاعبي النادي الأهلي اليوم سيكون لهم رد إيجابي داخل أرضية الملعب لتأكيد الصدارة والتأهل. لما لا؟ ما أنت بطل إفريقيا، الأهلي هو بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة ونادي القرن في القارة الإفريقية. ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة، وبسرعة كده نسخن مع بعض قبل ميعاد المباراة، وعايز أعرف توقعاتكم لنتيجة اللقاء ما بين الأهلي وصن داونز، وممكن مين يسجل الأهداف. كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير وقبل نهاية الحلقة إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على هذا اللقاء. عايزين توقعات مش أمنيات، الأمنيات أكيد كلنا بنتمنى الفوز والانتصار بنتيجة كبيرة عريضة ويكون التأهل من نصيب الأهلي، ولكن توقعاتكم إحساسكم بنتيجة هذا اللقاء أكيد مهم جدا قبل ميعاد المباراة. طيب بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواجه صن داونز الليلة، وكمان كاف يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا 2023، وأخيرا الشناوي ينافس على 3 جوائز. النهاردة كمان عندنا كلام مهم جدا بخصوص جوائز الأفضل في الاتحاد الإفريقي لهذه البطولة أو هذه الحفلة اللي هتقام إن شاء الله في مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل. طب نروح لاستعراض مباريات اليوم، والنهاردة في مباراتين في الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي. في هذه الأثناء وفي هذه الفترة في مباراة بتقام حاليا على استاد رادس ما بين الترجي التونسي مع الوداد الرياضي المغربي. لقاء الذهاب انتهى في المغرب بفوز فريق الوداد بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي الترجي يحتاج الى الفوز بفارق هدفين ايضا لضمان التاهل الى المباراه النهائيه. الساعه 8 المباراه الابرز النهارده، الاهلي ومامولودي سان داونز على استاد القاهره الدولي. دي ابرز مباريات اليوم، وبالتاكيد هيكون في متابعه جماهيريه كبيره جدا في ظل ان الـ3 فرق العربيه من منطقه شمال افريقيا ممثلين في الدور نصف النهائي للنسخه الاولى من الدوري الافريقي. طيب قبل ما يقرب من حوالي 3 ساعات جماهير النادي الاهلي بدات تتوافد على استاد القاهره الدولي من جميع الاماكن ومن جميع الجوانب. بنتكلم على مدخل استاد القاهره من بوابه الرشدان، مسجد الرشدان. قدامكم على الشاشه طبعا هذا العدد الكبير من جماهير النادي الاهلي المقدر النهارده ان شاء الله باكثر من حوالي 50,000 متفرج. استاد القاهره بيسع لحوالي 67,000 متفرج، دي الساعه الرسميه المقرره طبقا للاجراءات الامنيه في استاد القاهره، ولكن النهارده متوقع اكثر من 50,000. شايفين بقى الشباب والرجال والاطفال، يعني عندنا النهارده لقطات مهمه جدا من مداخل استاد القاهره. طبعا الناس كلها كل واحد بيحاول يلحق المكان بتاعه، كل واحد داخل بادواته. طبعا مشجعه كبيره جدا لها فتره من الفترات كانت موجوده في مباريات النادي الاهلي بتساند وبتشجع من الدرجه الثالثه ومن الدرجه الثانيه، طبعا موجوده النهارده. كمان الراجل وابنه، يعني الاب والابن موجود النهارده كمان في استاد القاهره. النهارده هتشوفوا ملحمه كل الاعمار السنيه، العائلات. دائما وابدا في النادي الاهلي بنتكلم عن عائله الاهلي،
عائلة الأهلي يعني إيه؟ يعني الأب والأم، الحج والحجة، الابن والابنة، الشاب والبنت، كل أطياف المجتمع المصري النهاردة موجودة في استاد القاهرة عشان مساندة النادي الأهلي أمام مامولودي سان داونز. كمان شايفين قدامنا في الصورة الأفراد القائمين على التنظيم من شركة تذكرتي. والأمور التنظيمية بصراحة في الفترة الأخيرة بصراحة مميزة جدا، في مسألة حجز التذاكر، في مسألة استخراج الفان اي دي، حضور الجماهير في المباريات. العملية التنظيمية الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا. بنتمنى كمان ان يكون حجز التذاكر سهل شوية، ولكن قدر الامكان السيستم من بدايته لغاية دلوقتي لا، في تطور، وان شاء الله النهاردة نشوف عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي بيملأ جنبات استاد القاهرة. الدخول من بوابة يوسف عباس من مسجد الرشدان، في استخدام النهارده للدرجه الاولى، اليسار، الثالثه شمال والثالثه يمين، الدرجه الثانيه. ان شاء الله النهارده هنشوف حضور كبير جدا لجماهير النادي الاهلي في هذا اللقاء الهام والمصيري في النسخه الاولى للدوري الافريقي. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كواليس مهمه جدا بالوثائق وبالتواريخ، هنتكلم على نقاط مهمه جدا تتعلق بطلبات سان داونز، مشاكل التحكيميه، مباراه اليوم، تصريحات رولاني مكوينا، وكمان هنطمن على اجواء استاد القاهره واستعدادات الاهلي لهذا اللقاء قبل التحرك الى استاد القاهره الدولي. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد في هذه اللحظات الناس كلها محتاجه تطمن وتشوف الاستعدادات، تحرك الاهلي بالتاكيد لاستاد القاهره، المحاضره الرئيسيه، اخبار الفريق في المعسكر المغلق اللي بدا منذ الامس، كمان الاجواء في محيط استاد القاهره الدولي. لذلك في هذه اللحظات برحب بشبكة مراسلينا اللي موجودين النهاردة في تغطية حية لأجواء وكواليس مباراة الأهلي وسان داونز، الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي في فندق إقامة فريق النادي الأهلي، والزميل العزيز فاروق صلاح في محيط استاد القاهرة الدولي، وتغطية أخبار دخول الجماهير والأجواء المحيطة في استاد القاهرة الدولي اللي هيستضيف لقاء اليوم ما بين الأهلي وسان داونز. برحب بكم في البداية، وببدأ بك كريم، عايز أطمن على أخبار الفريق، الأجواء داخل معسكر الفريق، هل النهاردة كانت في زيارات للاعبين وللجهاز الفني كدعم ومساندة قبل التحرك إلى الاستاد؟ المحاضرة إمتى؟ آخر الأخبار والكواليس بالتأكيد من خلالك كريم كما هي العادة، عشان نعرف منك ونطمن على أخبار الأهلي قبل يعني ما يقرب من حوالي ساعتين ونصف من مواجهة سان داونز الليلة. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، والتحية والشكر موصلين أيضا للزميل العزيز فاروق صلاح ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. يا رب يا محمد النهاردة يكون يوم سعيد وفرحة كبيرة جدا على الشعب المصري بالكامل، وتحديدا على جمهور النادي الأهلي. أملنا كبير جدا في جمهورنا ومساندته الكبيرة المعتادة إن شاء الله بإذن الله في مباراة صعبة جدا كالعادة. يعني يمكن زي ما قلنا 180 دقيقة انتهت الشوط الأول، أو انتهى الشوط الأول بكل ما فيه بالنتيجة بأخطاء كثيرة جدا، لكن الحقيقة العذر الكبير جدا لمستر كولر واللاعبين، ضيق الوقت امر صعب جدا، الامر نظري فقط لغير بتحاول ان انت تطبق امور عمليه بسيطه في 24 ساعه، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا محمد الشخصيه هي اللي هتحسم هذه المباراه، قلب اللاعبين، رجولتهم، روح الفانيله الحمراء، الاصرار الكبير المعتاد اللي معروف عن النادي الاهلي هو اللي هيقدر يحسم هذه المباراه. لاعبتنا الحقيقه في التدريب الاخير كانت مركزه بشكل كبير جدا يا محمد، وده اللي كان واضح الكل كان يعني بيدينا اشاره وبيدينا رساله ان شاء الله التاهل يكون من القاهره. وجود الكابتن محمود الخطيب في التدريب الاخير كان ليه رساله كبيرة جدا ومضمونها كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. الاحاديث بتكون سريعه ونظرات بتكون سريعه، لكن المردود بيكون كبير، وده اللي بنعمله ان شاء الله من لاعبتنا، من مستر كولر يكون موفق بمشيئه الله في اختيار التشكيل زي ما قلنا رغم ضيق الوقت، لكن يا رب يكون ان شاء الله باذن الله قدر ان هو يقف على الشكل والخطه والسيستم وتوزيع طريقه اللعب على مدار ال 90 دقيقه. سيناريوهات عديده جدا اكيد مستر كولر محضرها ليها هذه المباراه. جمهورنا عندنا امل وثقه كبيره جدا فيه ان شاء الله باذن الله، فيا رب النهارده يكون يوم سعيد وعظيم على كل جمهور النادي الاهلي. متواجدين كالعاده محمد طبعا في فندق الاقامه، الامور الاعتياديه طبعا المعتاده قبل المباراه. يمكن اقدر اقول لك المحاضره الفنيه الاخيره هتكون في تمام الساعه 5:30، ومنها مباشره تحرك الى استاد القاهره. عارفين طبعا ان البروتوكول وطبعا واللوائح بتقول ان هيكون الفريق يصل قبل المباراه بساعه ونصف، لكن في تامين شويه بدري شويه عن هذا الامر نظرا لكثافه الجمهور اللي متواجده وممكن تكون متواجده خارج الاستاد، فعشان كده ممكن يعني لعيبه النادي الاهلي او الحافله كلها تتحرك بشكل بدري شويه. يا رب ان شاء الله كل الامور تكون طيبه. طمنك بشكل عام على جاهزيه امام عاشور، شفناه في التدريب الامس الحقيقه ادى اداء طيب ومميز جدا وبيعلن جاهزيته ان شاء الله باذن الله، سواء متواجد على دكه البدلاء او ايضا يشارك في المباراه بشكل كامل. كهربا الحقيقه ايضا كمان ادى تدريب مميز ورائع جدا، الجديه محمد كانت واضحه عند كل لاعبي النادي الاهلي، عشان كده ان شاء الله اي حد يكون متواجد، في طبعا اكيد غيابات، كان مستر كولر معودنا لاحتياج المباراه، الراجل بيشوف مين المجموعه اللي تقدر
تقدر ان هي تأدي وتنفذ التعليمات اللي هو بيقولها طبعا في المباراه. فلكن احنا عارفين طبعا في بعض الغيابات وبعض ايضا اللاعبين يمكن خارج القائمه للرؤيه الفنيه طبعا على راسهم الضاوي وكريم الدبيس وكريم ندفد. لكن يا رب محمد الامور ان شاء الله تكون معانا ويا رب تكون فرحه كبيره جدا على كل جمهور النادي الاهلي. يمكن لفت انتباهي كريم ومش هطول لك عشان تلحق اكيد تصور الكواليس والمحاضره والتحرك، الكاميرا وهي بتصور كواليس الفريق قبل الدخول للمطعم الكل بيتفاعل مع الكاميرا، يعني كولر ابتسامه والابتسامه دي بتدي ثقه للجماهير قبل المباراه. خالد الجوادي مترجم الجهاز الفني بيدعي وبيشاور للكاميرا ان شاء الله النصر من عند الله. اللقطات دي اكيد يا كريم وانت بقى يعني لمست ده بشكل مباشر وانت متواجد ما بين اللاعبين والجهاز الفني، الحاله المعنويه عاليه، في تحدي، في اصرار على تحقيق النتيجه الايجابيه اليوم النهارده باذن الله. بالتاكيد يا محمد، يعني الثقه موجوده لكن الحذر الكبير موجود جدا، ويمكن دور المدير الفني تحديدا مستر كولر ان هو بيرفع الضغط بشكل كبير من اللقطات البسيطه جدا دي، بتدي رساله للجمهور، بتدي رساله للعيبه ان التركيز في 90 دقيقه فقط لغير قبل المباراه ركز، لكن التركيز ما يبقاش زياده بشكل كبير. الحقيقه الراجل بيتعامل في هذا الامر بشكل مميز جدا. لعيبتنا كمان يعني ما بتشوف الابتسامه البسيطه، هي ابتسامه فيها ثقه لكن فيها حذر، فيها هدوء لكن فيها رغبه وفيها امل كبير جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. الخبرات اللي متواجده محمد الفريق النادي الاهلي مع الجهاز الفني اللي يمكن بيأدي اداء مميز جدا على الجانب النفسي تحديدا في ظل الصعوبه والتلاحم الكبير جدا من المباريات، لكن بقول لك هي رساله مهمه جدا. مستر كولر معودنا الجوادي الحقيقه على طول بيتفاعل مع الكاميرا من نوع من اللي شايفه من مستر كولر، ويمكن كمان هو الراجل يعني عنده هذا الامر بيحاول ان هو يدي الرساله ان هذه مباراه صعبه لكن لابد ان انت تكون مركز لكن تركيزك ما يكونش عالي. عشان كده ان شاء الله الخبرات اللي متواجده مع لعيبتنا باذن الله تترجم في 90 دقيقه، بنامل ان شاء الله ما نوصلش لاي امور ثانيه، نقدر ان احنا محمد بمشيئه الله ان شاء الله نحسم هذه المباراه من خلال 90 دقيقه بالجديه والحماس والرجوله المعتاده عن فريق النادي الاهلي وبجمهورنا العظيم اللي بنراهن عليه ان شاء الله في هذه المباراه. كريم انا بشكرك وكل التوفيق يا رب للاهلي النهارده في مباراه سان داونز. اروح مباشره ايضا الى الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي وانا موجود حاليا في محيط استاد القاهره عشان نطمئن من خلاله على اخر الاخبار والترتيبات الخاصه بدخول الجماهير، الكثافه الجماهيريه في محيط الاستاد. فاروق مساء الفل، ازيك؟ برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد وبرحب بالزميل كريم احمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من ثقه وتفاؤل في مقر اقامه فريق النادي الاهلي زي ما كريم نقل الصوره لثقه وتفاؤل هنا يا محمد في محيط استاد القاهره، ثقه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي في لاعبي النادي الاهلي. النهارده الجمهور بيرسم لوحه فنيه جميله ان شاء الله نتمنى مردودها يظهر في ارض الملعب ب 90 دقيقه من يعني قتال روح من لاعبي النادي الاهلي مع وجود الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي اللي منذ الساعات الاولى موجود بيساند بيأزر. ان شاء الله مردود هذه الصوره محمد ان شاء الله يشوف انه يكون انعكاسه ويكون النهارده اللاعب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي اللي دايما في اي موعد عمره ما بيتاخر على لاعب النادي الاهلي. عايز اطمن بقى من خلالك يا فاروق، الكثافه الجماهيريه في استاد القاهره هل في ازدحام في بعض البوابات ولا الامور كلها الحمد لله في يسر وسهوله في الدخول؟ الابواب فتحت من امتى؟ يعني ما لمسته كمان من انطباعات الجماهير اللي جايه النهارده تشجع وتساند، شايف ايه الاجواء عندك في الاستاد؟ يعني خليني اقول لك يا محمد ان يعني في هذه الاثناء ايضا بيستمر دخول وتوافد الجماهير على يعني محيط استاد القاهره او داخل المدرجات، طبعا تم فتح ابواب الاستاد منذ الساعه الثانيه ظهرا وتوافد الجماهير النادي الاهلي من كل مكان، طبعا تم تخصيص البوابه الا رشدان لدخول المقصوره الرئيسيه ودخول جماهير الدرجه الاولى والفي اي بي، طبعا تم تخصيص يعني البوابه صلاح سالم لدخول جماهير الدرجه الثالثه، تم تخصيص البوابه الطريق للناصر دخول جماهير الثالثه يمين. خليني اقول لك يا محمد يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه 18150 مقعد هو عدد تذاكر او عدد مقاعد مدرجات الدرجه الثالثه شمال بالكامل، تم امتلاء الساعه الرسميه الخاصه بمدرجات الدرجه الثالثه شمال اللي هي زي ما قلت لك يا محمد 18150. ايضا في هذه الاثناء بتتكلم على عدد يتجاوز ال 13 او ال 14000 مقعد من مقاعد مدرجات الدرجه الثالثه يمين لجماهير النادي الاهلي. عايز اقول لك ان يعني من زي ما قلنا دور كبير جدا لشركه تذكرتي، دور كبير جدا للشركه الافريقيه في تنسيق وتيسير كافه الامور على الجماهير. يعني يا محمد لو انت شفت مع يعني مع زميلنا حسام يعني لو جاب لك ايضا يعني شكل ودخول الجمهور، شايف عمليه اليسر اللي بتتم لدخول الجماهير منذ الساعات الاولى، طبعا دور
دور كبير جدا لكل القيادات الامنيه، دور كبير جدا زي ما وضحنا شركه تذكرتي وشركه الافريقيه في تيسير كافه الامور. الامور يعني تقدر وانت بتتكلم مع الجمهور الامر دخوله للاستاد لا يستغرق دقائق معدوده، بتتكلم في 4-5 دقائق كله عارف مكانه، التذكره متحدد فيها كل شيء. لكن الامر المهم جدا يا محمد هي الثقه اللي عند الجمهور، الثقه النهارده جمهور النادي الاهلي يتكلم ان احنا نكسب 3-4. جماهير من كل المحافظات غالبا العظمى جاي من صعيد مصر، يعني في ناس محمد بعبيله جاي من المنيا، جاي من بني سويف، في ناس جاي من اسيوط، بتكلم على ناس جاي من المنصوره، من اسكندريه، من الشرقيه، ناس جاي من المنوفيه، بكلمك في كل المحافظات مش عايز استثنى. ايضا جماهير كبيره جدا جايه من وجه بحري، جايه من الاسكندريه، كلم من البحيره، من كفر الشيخ، من دمنهور، جماهير جايه من السويس، وجماهير جايه من الاسماعيليه، الاسر المصريه. شفنا بعض الصور يا محمد، الحفيد مع 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 الجد في صوره، انت عارف النادي الاهلي وتوارث الاجيال، الجميع النهارده بيلتف حول النادي الاهلي. كبار السن بتشوف يا محمد بعض يعني ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه موجودين بكثافه لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. مردود ده ان شاء الله يكون انعكاسه على الجماهير اللي ان شاء الله ترسم لوحه فنيه يكونوا هم اللاعب رقم واحد على مدار ال 90 دقيقه باذن الله. اخر حاجه يا فاروق، هل لمست ان في جماهير داخله معاها مثلا دخله معينه في لافتات بمسانده؟ يعني ممكن النهارده نشوف كرنفال في الثالثه شمال ولا الامر لسه مش واضح؟ انا عارف بيبقى في سريه شويه من الجماهير، ولكن هل لفت انتباهك ممكن النهارده نشوف مشهد تصميم لدخله معينه في مدرجات جماهير النادي الاهلي؟ طبعا يا محمد انت عارف ان الامور دي بتبقى دايما بتبقى في المفاجاه كده للجماهير، لكن خليني اقول لك ان الامر محسوم. هو الجماهير داخله كلها باعلام النادي الاهلي، الجماهير النهارده اعتقد اللون الاحمر اللي بيطغى على استاد القاهره اعلام النادي الاهلي هي الصوره المميزه. شايف انطباعات كبيره جدا من الجماهير، يعني بتتكلم النهارده في جماهير من انديه من انديه اخرى جايه النهارده بتقول النادي الاهلي مش بيلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي جاي بيلعب باسم مصر، اعلام مصر والحب لمصر مع يعني الحب للنادي الاهلي، الانتماء للنادي الاهلي، الصوره الملامح اللي بنشوفها من جماهير النادي الاهلي حاله حب. اعتقد جماهير الدرجه الثالثه، ومش هختصر الامر في الثالثه الدرجه الثالثه شمال، لكن كل الاستاد كل الجماهير اعتقد برضه محمد خلال يعني ساعات هيتم خلاص غلق الابواب نظرا يعني خلاص اكتمال الساعه. زي ما قلت لك يا محمد حتى الان توافد الجماهير، يعني لو تشوف معانا يا محمد برضه دخول الجمهور النادي الاهلي الامور كلها امور بسيطه جدا، يعني زي ما انت متابع معانا من خلال الكادر ده محمد، الجماهير داخله الامور انبساط سعاده موجوده عند الجماهير، الاسر المصريه بالكامل ثقه كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي النهارده، ثقه في لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله يكون مردود ده في ارض الملعب، ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يتجاوز عقبه سان داونز ويصعد للمباراه النهائيه ان شاء الله في انتظار طبعا فريق الترجي او فريق الوداد باذن الله، لكن نخلص مباراتنا النهارده ونصعد للمباراه النهائيه باذن الله محمد. باذن الله. زميلي العزيز فاروق صلاح انا بشكرك شكرا جزيلا، وكمان بشكر كريم احمد شبكه مراسلينا من فندق الإقامة ومحيط استاد القاهرة عشان نطمئن على آخر الأخبار والترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي وصندا. استمتاع للجماهير على فكرة، يعني الاستاد ده المفروض زي المسرح، رايح تتفرج على مسرحية أو داخل سينما تتفرج على فيلم، فالاستاد بالنسبة للجماهير هو عرض داخل تستمتع سواء بالتشجيع، بالمباراة، بالأجواء، بالأمور الفنية. فنتمنى يا رب النهاردة يكون استمتاع من كل الجوانب عشان الجماهير دي تخرج فرحانة وسعيدة بالتأهل إلى المباراة النهائية في أول نسخة لبطولة الدوري الإفريقي. طيب عندي موضوع مهم جدا ونركز في الكلام اللي جاي ده، لأن الكلام ده مش هتسمعوه في أي حتة. إحنا لما بنحب نركز في تفاصيل وفي موضوعات بنجيب أساسها، ودايما لما بنتكلم بنحاول قدر الإمكان نوثق المعلومات اللي بنقولها بالتواريخ أو بالمستندات عشان نضع لحضراتكم الصورة كاملة. تصريحات رولاني مكوينا اللي كانت امبارح في المؤتمر الصحفي لفريق سان داونز افضل رد عليها طبعا في الملعب، يعني افضل رد على اللي قاله رولاني مكوينا على النادي الاهلي بخصوص التحكيم الرد العملي هيبقى في الملعب، لكن احنا هنقوم بالدور الاعلامي. ما احنا لازم نقوم بدورنا الاعلامي عشان نعرف الناس او نوضح للناس ايه اللي بيحصل في الكره الافريقيه، ايه اللي بيحصل في الاتحاد الافريقي. اكيد ناس كتيره ممكن ما تبقاش عندها درايه بالاجواء وبالاحداث. امبارح مدرب صن داونز طلع يتكلم وقال لك الاهلي بيشتكي كتير من التحكيم، وادى مثال على جوزيه مورينيو وقال ان مورينيو دايما ليه استراتيجيه، وهو دايما بيحب يتكلم على الكره الاوروبيه لان هو دايما معتقد ان هو يقدر يشتغل في اوروبا، هو عنده تطلعات غريبه شويه، يعني يقدر يبقى زي بوب جوارديولا، يبقى زي مورينيو، فدايما بتلاقي امثلته دايما على المدربين الكبار اللي موجودين في القاره الاوروبيه. فقال لك
اللي بيشتكي من التحكيم ده يبقى بالتاكيد عايز يتكلم على امور ما تخصش فرقته، لان هو اكيد ما اداش الاداء المامول، ولان الاهلي دايما بيشتكي كتير والكلام ده كله. طيب هل حضرتك ما اشتكيتش قبل كده؟ لا اشتكيت قبل كده. انا بقول لحضراتكم الرد العملي على تصريحاتها تبقى في الملعب، ده في ايد اللاعبين والجهاز الفني للاهلي، وان شاء الله باذن الله هيرد عليه النهارده رد كبير جدا. لكن احنا لازم نقوم بالدور الاعلامي، عشان المعلومات اللي امبارح اتقالت من مدرب صن داونز كانت كلها معلومات مغلوطه، رغم ان هو كان جاي ومحضر تقرير كامل كده بالاخطاء اللي حصلت من الحكم، وكان كل خطا عايز انذار عشان ال11 لعيب في الاهلي ياخدوا طرد كارت احمر ويطردوا وما يكملوش المباراه. يعني حتى هو بيتكلم في التحكيم غلط، مش فاهم في التحكيم. بس النهارده انا هرد عليه واقول له ناديك عمل ايه من سنه ونص لما اشتكى من الحكام اللي بيديروا مباريات صن داونز في دوري ابطال افريقيا. بصوا يا جماعه، الاتحاد الافريقي في فتره من الفترات كان بيشتغل بالزون، بالمناطق الجغرافيه، يعني صن داونز هيلعب مع المريخ، مع الهلال، مع الاهلي، مع الوداد، بيختار حكم من شرق افريقيا، من شمال افريقيا، وكان دايما الصوره بتمشي كده. نادي صن داونز بعد ما ادى مباراتين في القاهره مع المريخ ومع الاهلي تقدم بشكوى رسميه الى الاتحاد الافريقي والى السكرتير العام، بيطلب فيها بشكل مباشر عدم اسناد اداره اي مباراه لصن داونز مع فرق شمال افريقيا، الفرق العربيه، على ملاعبها بحكام من نفس المنطقه الجغرافيه. انا واضح طلب صن داونز، وده جانب من المؤتمر والتصريحات الغريبه اللي كان بيقولها امبارح والرد اللي هيتقال عليه دلوقتي وهسرده دلوقتي بالتواريخ. طلب صن داونز من الاتحاد الافريقي ان كل مبارياته مع الفرق العربيه في منطقه شمال افريقيا لا يتم اسناد ليها حكام من نفس المنطقه الجغرافيه. يعني لما لعبوا مع المريخ كان هيثم كراتي التونسي، بعدها باسبوع لما لعبوا مع الاهلي كان رضوان جيد المغربي، راحوا قدموا شكوى قال لك انا بلعب مع المريخ ومع الاهلي، ليه جايب لي حكم تونسي وحكم مغربي؟ انت جايب حكم من نفس المنطقه الجغرافيه للفرق اللي انا بواجهها. ايا كان نتفق نختلف على طبيعه الشكوى، حقه حقه، ولكن لما تشتكي ما تجيش تقول انا ما بشتكيش، كده انت بتكذب، كده انت بتقول معلومات غلط، ما تعملش فيها شاطر وانت قبل كده اشتكيت. بس لما اشتكيت تم الاستجابه لطلباتك. تم الاستجابه لطلباتك، فانت عشان كده مستغرب هو الاهلي بيشتكي ليه من ميعاد المباراه؟ الاهلي بيشتكي ليه من التحكيم؟ لان الاهلي بيشتكي لان للاسف مفيش ظهر جوه الاتحاد الافريقي، لكن حضرتك محمي جوه الاتحاد الافريقي. الطلب اللي بتطلبه بيتم الاستجابه ليه على طول. طلبت ما يجيش حكام عرب في ماتشاتك مع فرق شمال افريقيا، تم الاستجابه على طول. بتلعب مع الفرق في مواعيد ما كانتش مقرره مسبقا، بيتم الاستجابه على طول، فانت ما عندكش مشكله. انت لو عندك مشكله هتطلع تشتكي. زي ما انت بتطلع في الدوري عندك في جنوب افريقيا بتشتكي، لان انت في الدوري في رابطه بتدير، الرابطه دي بتطبق القانون على الكبير قبل الصغير، لكن في الاتحاد الافريقي يا فندم اللي انت عايزه بيتنفذ لك. نلعب الساعه 3 الكاف بيوافق، مش عايز حكام عرب في ماتشات مع الاهلي ومع الترجي مع الوداد الكاف بيوافق. طب تعالوا نقول بقى بالتواريخ، بعد شكوى الوداد، بعد شكوى ماموليدي صن داونز، ايه اللي حصل ومين الاطقم التحكيميه اللي اشتغلت بعد كده، وهل الشكوى اتوافق عليها ولا اترفضت؟ لان انت اشتكيت رسمي، والكلام ده من مسؤول سابق في الاتحاد الافريقي اداني الاساليب بالمباريات باسماء الحكام. نستعرض مع بعض جدول يثبت ان رولاني مكوينا مدرب صن داونز في المؤتمر الصحفي كان بيقول اي كلام. يوم 19 فبراير صن داونز لعب مع المريخ في القاهره، المباراه دي ادارها هيثم كيراتي التونسي، بعدها باسبوع وفضل صن داونز مقيم في القاهره وعمل معسكر في القاهره، لعب مع الاهلي وكان المباراه دي في استاد القاهره واللي ادارها رضوان جيد، لعبوا مع المريخ وتعدوا 0-0، ولعبوا مع الاهلي وكسبوا 1-0، ومع ذلك قدموا شكوى. تمام. طيب بعد الشكوى دي ايه اللي حصل بقى؟ يوم 12 مارس لما رحنا لعبنا مع صن داونز في بريتوريا، او ساعتها لعبنا انا فاكر ساعتها في ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، المباراه ادارها بملكه سيما، المباراه ادارها بملكه سيما. طيب ده 12 مارس 2022. طب بعدها بسنه لما الاهلي لعب صن داونز في استاد السلام يوم 25 فبراير، جابوا برضه بملكه سيما، جابوا بملكه سيما، تمام، ده الحكم الاثيوبي. طب بعدها باسبوعين الاهلي راح لعب صن داونز في جنوب افريقيا، جه الحكم السنغالي عيسى سي، الحكم السنغالي عيسى سي. يعني كده ثلاث مباريات ورا بعض طلب صن داونز اتنفذ بحذافيره. طب بصوا بقى بعيد عن الاهلي، لما الوداد واجه صن داونز يوم 13 مايو 2023 في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا النسخه الاخيره، جابوا حكم من غانا، دانيال لاريا، حكم من غانا. طيب لما رحنا للدوري الافريقي وقالوا بقى نسخه النخبه
ونسخة الدوري الإفريقي بحكام البروفيشنال 29 أكتوبر، مباراة من كانت من يومين ثلاثة في بريتوريا، جابوا حكم من بنين يدير مباراة سان داونز والأهلي، من بنين، ليس ضمن حكام النخبة ولا حكام البروفيشنال، رغم أنه عنده 38 سنة، بقاله أكتر من 4-5 سنين بيدير مباراة في الأدوار التمهيدية فقط. كل ده ما بيتم الاستجابة لطلباتك يا فندم، أنت ما عندكش مشكلة. طب 1 نوفمبر النهاردة، مباراة النهاردة مين اللي هيديرها؟ عيسى سي. يبقى أنت يا فندم كل مبارياتك اللي لعبتها في شمال إفريقيا من بعد شكوتك ما جالكش حكم عربي، تم الاستجابة لطلبك، يعني أنت اشتكيت وتوافق على طلبك. لكن على ملعبك لو جه حكم عربي ما عندكش مشكلة، لكن لما أروح ألاعب الأهلي في استاد القاهرة ما يجريش حكم عربي، لما لعب الوداد في مركب محمد الخامس ما يجريش حكم عربي، لو راح لعب الترجي ما يجريش حكم عربي، والأيام بيننا وهتثبت لكم ده الكلام الفترة الجاية. يعني أنت اشتكيت وتم الاستجابة لطلباتك، فلما الأهلي بيشتكي وبيتمش الاستجابة لطلباته فالأهلي بيصر على شكواه لأن الأهلي بيتظلم، لكن حضرتك اللي أنت عايزه بيتنفذ لك. ماتش الساعة 7 يتغرب 3، أهلا وسهلا، ظهرك محمي، حكم من شمال افريقيا لا مش عايزه، يجي حكم من غرب، من الشرق، من الجنوب، اهلا وسهلا، اتفضل يجي لك الحكم اللي انت عايزه. عيسى سي يتكرر مرتين مفيش مشكله، بملكه سي ما يتكرر لحضرتك مرتين ثلاثه مفيش مشكله. والاهلي ما بيعترضش على الجزئيات دي على فكره، الاهلي بيعترض على حالات تحكيميه، لكن انت رحت لصلب الموضوع اللي ليه علاقه بلجنه الحكام بتشتغل ازاي. انت اتدخلت في شغل لجنه الحكام، اتدخلت في صميم عمل الاتحاد الافريقي، ومن وقت الشكوى دي، من وقت الشكوى دي أي اختيار لأي طاقم تحكيم في مباريات دوري أبطال إفريقيا لازم تعدي على السكرتير العام، لازم يشوفها قبل ما تعلن رسمي، لازم يشوفها قبل ما تتبعت للأندية وللاتحادات. يبقى الأمر في مليون علامة استفهام يا كوتش رولاني، يا كوتش رولاني اللي انت قلته في المؤتمر الصحفي للأسف حق يرد بباطل، الأفضل الكل يركز في الملعب، بس انت دائم الشكوى، انت كثير الشكوى، ولما اشتكيت اتنفذ طلبك، ومن ساعتها مفيش حكم من منطقه الزون بتاعت شمال افريقيا بيدير ليك اي مباراه مع الاهلي او مع الهلال او مع المريخ من الحكام العرب، كلهم من حكام يا اما الغرب يا اما الشرق يا اما الجنوب، تنفيذا لطلباتك زي ما تنفذ طلبك. والمباراه اتلعبت الساعه 3 بدلا من الساعه 7 مساء، ورغم ان هم بينفوا ان هم ما طلبوش تغيير ميعاد المباراه، انا باكد طلبوا تغيير ميعاد المباراه، وكانت في اتصالات رسميه لتغيير ميعاد المباراه، والمباراه كان ميعادها الساعه حتى لو 4 بتوقيت جنوب افريقيا، هم تمسكوا ولعبوا المباراه الساعه 3. في الجدول مكتوب المباراه الساعه 7 بتوقيت القاهره اللي هو نفس توقيت جنوب افريقيا، الطلب التغيير الميعاد اتقال له تلعب 4، قال لا العب 3، يعني حتى الساعه 4 ما كانش موافق عليه، كان عايز يلعب الساعه 3. اوكي انت بتطلب ده لمصلحه فرقتك، بس ما تجيش تقول انت بتشتكي ليه، لان انت بتشتكي وبتعمل اللي انت عايزه وبتاخد اللي انت عايزه. النهارده باذن الله احنا ردينا كدور اعلامي، جبنا معلومات وقلنا خبر مهم جدا، وهنواجه بيه الكوتش رولاني الفتره الجايه، هنواجه بيه مامولي دي سان داونز الفتره الجايه، ولكن النهارده الرد العمل على التصريحات دي لازم تكون في الملعب، وباذن الله الاهلي ربنا يكرمه ويتخطى هذه العقبه ويصل الى نهائي الدوري الافريقي. اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، النهارده الاتحاد الافريقي كشف عن جوائز الافضل ذا بيست في الكره الافريقيه عن عام 2023. بكل امانه يعني، وانا هستعرض مع حضراتكم دلوقتي مجموعه البوزيشن او الجوائز اللي الاتحاد الافريقي حددها، بصراحه يعني بامانه لولا الاهلي، لولا الاهلي كانت صوره الكره المصريه في حفل الاستفتاء اللي هينظم الشهر الجاي في مراكش كانت هتبقى سيئه وصعبه جدا بصراحه، لان الاهلي بلاعبيه بمديره الفني باسم النادي هم اللي موجودين ومثلوا الكرة المصرية أفضل تمثيل في هذا الحفل، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي مرشح لجائزة أو اتنين على الأقل في هذا الحفل يوم 12 ديسمبر في مراكش. بصوا مع حضراتكم دلوقتي قدامكم مثلا أفضل لاعب في القارة الإفريقية، أو تحديدا يعني أفضل محترف، عندنا من الأهلي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمود كهربا، وكمان بيرسي تاو، أربع لاعبين من النادي الأهلي. بالمناسبة كمان محمد صلاح بينافس على هذه الجائزة مع عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني بنتكلم مثلا عن رامي بن سبعيني، رياض محرز، عز الدين أناحي المغربي، حكيم زياش، ساديو ماني، بيتر شالوليلي مهاجم سان داونز، ياسين بونو حارس مرمى المغرب. فأفضل لاعب محترف عندنا أربعة من الأهلي بجانب نجمنا المصري محمد صلاح.
نروح لأفضل حارس أيضا محمد الشناوي بينافس على هذه الجائزة. الشناوي النهاردة معانا في ثلاث جوائز، الشناوي النهاردة بينافس على ثلاث جوائز. فالشناوي داخل في منافسة مع ياسين بونو، مع أندري أونانا حارس الكاميرون، مع إدوارد مندي حارس السنغال، مع يوسف المطيع حارس الوداد. عدد كبير جدا من عدد من الحراس، ولكن نتمنى التوفيق للشناوي للفوز بأفضل حارس. وما ننساش إن الشناوي السنة اللي فاتت خد أفضل لاعب في أفريقيا. أفضل مدرب عندنا كالعادة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وعنده منافسة طبعا مع عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة، وليد الركراكي مدير الفني للمغرب، أليو سيسي مدير الفني المنتخب السنغال. طبعا مفيش أفضل مدرب من منتخب مصر، مفيش. أفضل لاعب داخل القارة عندنا الست لاعبين من النادي الأهلي: الشناوي، منعم، كهربا، حسين الشحات، علي معلول، بيرسيتاو. ست لاعيبة من الأهلي بينافسوا على أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، بالإضافة كمان إن في اتنين لاعيبة من سان داونز. لو بنتكلم على ويليامز حارس سان داونز اللي هيلعب النهاردة، بيتر شالوليلي كمان مهاجم فريق سان داونز، في كمان اتنين لاعيبة من بيراميدز مصطفى فتحي، وفي فيستون مايلي اللي كان لسه منضم من فيتا كلاب الكونغولي. أفضل نادي كالعادة النادي الأهلي بيزين قائمة أفضل نادي والاستفتاء على أفضل نادي في الكرة الإفريقية. في منافسة طبعا مع بلوزداد، اتحاد العاصمة، بطل الكونفدرالية، أسيك ميموزا، الرجاء، الوداد، مامولي دي سان داونز، يانج أفريكانز، الترجي، والغريب قوي مارومو جالانس بطل جنوب إفريقيا، مش عارف إزاي، ولكن ما علينا. الجنوب إفريقيا دلوقتي أي حاجة عايزاها في الاتحاد الإفريقي بتبقى موجودة يعني. لكن إن شاء الله النادي الأهلي مرشح للفوز بأفضل نادي لأنه أفضل بطل دوري أبطال إفريقيا. أفضل منتخب، وكانت المفاجأة للأسف منتخب مصر مش موجود، عشان كده قلت لكم النهاردة لولا الأهلي كانت صورة الكرة المصرية في حفل الاستفتاء ده كان هيبقى الشكل صعب جدا. أفضل منتخب السنغال طبعا في المقام الأول، المغرب بالتأكيد في نفس المقام مع منتخب السنغال. والغريب بقى اختيارات برضو مش فاهمين أسبابها: غينيا بيساو، الرأس الأخضر، تنزانيا، ناميبيا، موزمبيق، مش عارف. أفضل لاعب شاب للأسف مفيش ولا لاعب مصري، ولكن طبعا أبرز اللي موجودين بابي ديوب لاعب السنغال، وعز الدين عبد الصمد من المغرب. بالتأكيد نتمنى التوفيق لفوز لاعب من الفرق العربية أو من المنتخبات العربية في أفضل لاعب شاب. دي كانت أبرز النقاط اللي هنتكلم عليها النهاردة أو اللي اتكلمنا عليها النهاردة في برنامج الترند. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما يقرب من اقل من ساعتين ونصف نقدر نقول استاد القاهره كامل العدد. جنبات استاد القاهره الحمد لله امتلأت باعداد كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، الدرجه الثالثه شمال بالكامل، الدرجه الثانيه بالكامل، الدرجه الثالثه اليمين بنسبه كبيره جدا تقترب من حوالي 15,000 متفرج موجوده الجماهير في الثالثه اليمين. الدرجه الاولى يسار عدد كبير جدا من الجماهير الحمد لله، يمكن الدرجه الاولى اليمين يمكن في مساحة متاحة لجماهير مامولي دي سان داونز إذا كان هناك رغبة يعني من جماهير بطل جنوب إفريقيا للحضور. يعني نتمنى يا رب بإذن الله هذه المساندة الجماهيرية والصور اللي قدامكم على الشاشة. طبعا ما نقدرش نستعرض أي فيديوهات، عارفين طبعا الحقوق الخاصة بهذه البطولة، ولكن الصور بتدل إن الجماهير واعية، عارفة أهمية المباراة، الناس موجودة في الاستاد من قبل ميعاد المباراة بأكثر من 3 ساعات، والحمد لله مدرجات وجنبات استاد القاهرة امتلأت بالجماهير والساعة الرسمية في هذا اللقاء المنتظر اللي نتمنى يا رب بإذن الله يكلل بفوز الأهلي والتأهل إلى المباراة النهائية. طيب سوشيال ميديا النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، توقعات التشكيل، الأهلي ممكن يلعب إزاي، كولر ممكن يغير في التشكيل ولا لأ، أبرز العائدين، التعليقات على المؤتمر الصحفي بالأمس، كل ده نطلع نشوفه من خلال آخر أخبار الترند. كبيرة جدا
اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. كلام النهارده على التشكيل المتوقع، الحساب الرسمي ليلا الكوره بيتكلموا على ان الاهلي ممكن يبدا بكهربا في الهجوم وتواجد امام في وسط الملعب ضد سان داونز في الدوري الافريقي، شناوي في حراسه المرمى، علي معلول، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، محمد هاني، نفس الرباعي اللي لعب لقاء الذهاب، اليو ديانج، امام عاشور، قفشه، وبالتالي ممكن يتم الدفع بامام عاشور على حساب مروان عطيه، بيرستاو، الرضا سليم، محمود كهربا، ويبقى كهربا على حساب صلاح محسن. يعني بيتكلموا على تغييرتين في التشكيله بالمقارنه بلقاء الذهاب. طيب حساب يلا كوره ايضا بيتكلموا ان في 7 غيابات للاهلي امام سان داونز وعوده امام عاشور وعبد القادر. هو العنوان ممكن يقلق الجمهور ان في 7 غيابات، ولكن هي الغيابات دي مستمره منذ فتره طويله. نقدر نقول مباراه النهارده هي فرصه لاستعاده كل العناصر الاساسيه، استعاده احمد عبد القادر، عوده امام عاشور، فبالتالي الاهلي النهارده بالقوه الضربه. ولكن مين ال7 اللي يلا كوره النهارده بيتكلم عليهم كغيابات في هذه المباراه؟ محمد ضو كريستو ما كانش موجود في لقاء الذهاب وما سافرش مع الفريق، كريم فؤاد مصاب منذ فتره، السليه وكريم نيدفيد، محمد زعلوك متولي، وكريم الدبيس. يعني غيابات مستمره منذ فتره اكيد مش هيكون لها تاثير على لقاء اليوم. طيب حساب بطولات بيتكلموا على ان علي معلول هو اكثر لاعب سجل اهداف في شباك سان داونز من لاعبي الاهلي بالجيل الحالي برصيد هدفين. يعني لو بصينا على لعيبه الاهلي في الجيل الحالي، اكثر لاعب سجل اهداف في ماموريدي سان داونز كان علي معلول برصيد هدفين، هدف من ضربه جزاء وهدف من كره ثابته اتلعبت في جنوب افريقيا لما كان فايلر وقتها مدير فني للنادي الاهلي. اليوم السابع ايضا وبيتكلموا ان في 15 مباراه جمعت الاهلي وسان داونز قبل لقاء الليله. في ال 15 لقاء الاهلي فاز 5 وسان داونز كسب 5 وتعادلوا 5. الاهلي احرز 19، سان داونز احرز 20. 0-1 كانت نتيجه اخر مباراه بين الفريقين لصالح سان داونز. على فكره يعني الاهلي كان المفروض متفوق منذ فتره، ولكن اخر سنتين ثلاثه للاسف الارقام ابتدت تقرب من بعضها وابتدى سان داونز ممكن يتفوق، ولكن لقاء اليوم النهارده هيكون حاسم كمان في الناحيه الرقميه. حساب كره بلس في تصريحات لخولسيو موداو مدافع سان داونز بيقول فيها ان الاهلي سيخوض المباراه بنسق هجومي وركن الحافله ليس خيارا لنا. يعني فكره ان ان الاهلي هيهاجم وان ركن الحافله يعني انت تثبت اللاعبين في خط الدفاع وما تهاجمش مش هيكون خيار بالنسبه لنا، لازم اكيد ندافع بدفاع وفي استماته في الدفاع وفي نفس الوقت نقدر نشتغل على التعامل مع الهجمات اللي هيلعبها الاهلي في هذا اللقاء. انا واثق ان سان داونز النهارده هيستعيد لاعب الجبهه اليمنى مورينو. هذا اللاعب كان غايب فتره طويله، بيتر شالوليلي صعب يشارك، روبيرتو اللاعب البرازيلي لوكاس روبيرتو صعب يشارك، ولكن سان داونز استعاد الجناح الايمن روبينيو النهارده هيكون موجود. مش عارف هيبدا ولا مش هيبدا، ولكن سان داونز هيلعب على السرعات والهجمه المرتده، لكن ان شاء الله الاهلي يحافظ على نظافه الشباك ويحرز هدفين للتاكد من مشوار التاهل الى النهائي باذن الله. الوطن سبورت بيقول ان في تحرك عاجل من كاف قبل ساعات من مباراه الاهلي وسان داونز بسبب عيسى سي. بصوا الخبر اللي قدامنا هقراه بالظبط زي ما هو مكتوب. لجنه الحكام في الكاف تواصلت مع الحكم السنغالي عيسى سي قبل ساعات من المباراه واكدت عليه ضروره الخروج باللقاء لبر الامان. اولا ده ما بيحصلش في الاحاديث اللي ما بين اللجنه مع الحكام، بيقولوا له بالعكس احسب اللي انت شايفه. فكره انك تخرج باللقاء لبر الامان يعني طلع المباراه 0-0، محدش ايه يزعل من حد، وطبعا ده ما بيحصلش. ولكن هم بيتكلموا على ان يعني لجنه الحكام في الكاف خدت خطوات جاده بعد الشكاوي المتكرره في الفتره الاخيره. عموما هنشوف النهارده عيسى سي كان موجود في المباراه اللي اقيمت في جنوب افريقيا وانتهت 5-2، بيتقرر النهارده زي ما ملاك اتقرر قبل كده كذا مره، ومفيش قرارات بتتاخد ضد الحكام للاسف الغير يعني محترفه، ما عندهاش امكانيات فنيه عاليه، وللاسف بيتم منحها مباريات كبيره للاهلي في الفتره الاخيره. طيب طرحنا سؤال على توقعاتكم للنتيجه ومين ممكن يحرز الاهداف. رمضان بيقول باذن الله الفوز بالنتيجه الاميز مع كولر 0-3 بالتوفيق للاهلي باذن الله. عبد الله بيقول ان شاء الله 3-0 كهربا حسين عبد القادر، بالتوفيق ان شاء الله لرجاله الاهلي افريقيا يا اهلي. سامح بيقول اتوقع التشكيل الشناوي معلول منعم ياسر اكرم كده تغييرتين، مروان امام ديانج كده في تغيير ثالث، رضا كهربا الشحات. يعني سامح بيتوقع 4 تعديلات على التشكيل، الاهلي ان شاء الله يكسب ويصعد بس نلعب بروح وتاريخ اعظم نادي في الكون. 3-0 كهربا رضا الشحات او لو امام
اهلاوي انا والفخر ليا. مجدي بيتوقع 2-0 مع اني اطمع ان اليوم يكون مهرجان اهداف بروح الفانيلا الحمراء. مهرجان اهداف يا ريت يا ريت يا استاذ مجدي. سامح بيتوقع ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 ويسجل اهداف كهربا. رضا حسين اهلاوي انا والفخر ليا. اخر تعليق معايا هاني بيقول توقعات الماتش ده ان احنا لازم نصدر التوتر لفريق سان داونز، لازم نجيب جول في اول ربع او ثلث ساعه، والا الفريق ده هيتعبنا قوي قوي وهيركب الماتش واحنا هنكون شكلنا ومش هنعرف نعمل معاهم حاجه عشان التوتر هيتنقل من عندهم لعندنا. احنا لازم تظهر بشخصيه وقوه الاهلي باذن الله. نتمنى يا رب باذن الله الاهلي يحسم المباراه مبكرا لان ده هيفرق كتير جدا في سيناريو ومجريات اللقاء. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده وكل التوفيق يا رب للاهلي النهارده في مواجهه سان داونز. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.